نهاية لوجاريتم اكس في الاساس 3 عندما اكس تسعى لا نهاية. يعني شو بدك تحط بدال اكس انت؟ بدك تحط لا نهاية. طبعا اذا جبت لك هيك تمرين انا مجرد فرضية، شو هو اب هالحالة هاي؟ يعني لا نهاية تساوي 3 بالاس ار، شو العدد اللي بحطه فوق 3 بيعطيني لا نهاية؟ لا نهاية، صحيح؟ لأنه 3 بالاس لا نهاية شو بتعطيني؟ بتعطيني لا نهاية، وبالتالي هون جوابي لا نهاية. عندي مشكلة وحيدة بس انتبه لها أنا عم حل. هنك شارحينها بهي الفقرة كلها، أنا راح أختصر الموضوع كما يلي. لو كان عندي، صباح النور أهلا وسهلا. لو كان عندي لوغاريتم إكس بالأساس 1 على 3 عندما إكس تسعى لا نهاية. شوف شو راح أعمل؟ راح اقول بيني وبين نفسي ما بيمشي الحال، اوجد الجواب وفي عندي كسر بالاساس، بحول هذا الكسر شو بيتحول؟ لا نهايه ناقص لوغاريتم اكس بالاساس شقد؟ اساس 3 حسب خواص اللوغاريتمات، صحيح؟ خواص اللوغاريتمات الواحد على 3 شلون بينكتب؟ 3 اس ناقص 1 وبيطلع الناقص 1 لبرا، اللي ما بيعرفون راح ارجع عيدهم. لوغاريتم اكس بالاساس 1 على هي نفسها لوغاريتم اكس بالاساس اس ناقص 1 هي نفسها ناقص لوغاريتم اكس بالاساس هذول كلهم نفسهم، تمام؟ فجوابي معناتها بالحاله هي شو راح يكون، سالب ولا موجب؟ تحول جوابي لجواب سالب. تعال نبدا انا وياكم بحل التمارين الجميله. طبعا انا مو 18 19 لا برجع 18 فورا 19 بعد اذنكم. نهايه لوغاريتم اكس زائد 7 بالاساس 3 عندما اكس تسعى 2. انت برايك شو مجموع التعريف هون؟ اكس اكبر من اد؟ اكس اكبر من السبعة، مو هون عندي لوغاريتم اكس زائد 7، فاثنين ما له جزء من المشكلة، صحيح؟ شو بعمل هون؟ بعوض تعويض. 2 زائد 7 9، لوغاريتم 9 بالاساس 3 ايش قد؟ 2، لانه 2 الاكس تسعى على 2، 2 ما له مشكلة. ايه ناقص 7 ناقص 7. اللي بعده بنحسب اللوغاريتم ولا بنحسب النهايه؟ نحسب اللوغاريتم، بنعوض تعويض. ليش؟ لانه ما في مشاكل. يلا اللي بعده خلينا ناخذ الرابع. 19 ايه 19 وناخذ خبط لوغاريتم اكس بالاساس 4 عندما اكس تسعى للانهايه. خليك معي، لوغاريتم اكس بالاساس 4 عندما اكس تسعى لا نهايه، هذا مثل التمرين اللي حكيته وقت شرحت. حط هون لا نهايه، شو العدد اللي ممكن نحطه فوق الأربعة يعطيني لا نهايه؟ لا نهايه اجبار. السؤال الخامس، نهايه لوغاريتم الاكس 1 على 2 عندما اكس تسعى لا نهايه. اول شيء بدي اعمله هون ما بدي 1 على 2، صح؟ فشو بتصير هاي؟ بتصير نهايه ناقص لوغاريتم اكس بالاساس عندما اكس تسعى على اللانهايه، شو بيعطيني؟ ناقص لانهايه. يعني هذا السالب منين اجى؟ اجى من الواحد على اثنين. شو مصطفى؟ فيك تحلل الاربعه؟ لا يعني بعد الزوجه للدوام مسائي. نهايه اكس مربع زائد لوغاريتم اكس بالاساس 2 عندما اكس تسعى على 2 يساوي تعويض، صح؟ بدي اعوض فقط. اكس مربع شو بيعطيني؟ 4 زائد 4، لوغاريتم 2 بالاساس 2 ايش قد؟ 1. شو صار مجموعه؟ 5. خلصوا هذول. بس هذا انت بس ارجع لنفس شوي. بابا خليك معي بعد اذنك. لنفرض انه كان في عندي نهايه 2 على اكس او 2 على 3 مثلا بالاس اكس عندما اكس تسعى للزائد لا نهايه، برايك شو الجواب هو؟
بدي اعوض بدي اعوض بده يطلع معي 2 بالاس لا نهائي على 3 اس لا نهائي. خليك معي. لا اكيد صفر. خليك معي راح نقول ليش. راح اقول ليش 2 بالاس لا نهائي هي عدد كثير 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 كبير صح، بس 3 اس لا نهائي هي عدد اكبر من 2 اس لا نهائي بكثير بكثير مو بشوي. تعال نشوف ليش. 2 للتربيع ايش قد؟ 4. و3 للتربيع شوف الفرق شد بيناتهم 5. 2 للتكعيب 8. 3 للتكعيب لاحظ قد الفرق صار 19. 2 بالاس 4 16. 3 بالاس 4 شوف شد الفرق زاد. دائما المقام عم بيكون اسرع نمو من مين؟ اسرع نمو بس بكثير. فلو كنا بالاس لا نهائي معناتها اوكي 2 بالاس لا نهائي عدد كثير كبير، بس 3 بالاس لا نهائي اكبر منه بكثير. تمام، ان عددين كثير كبار بس الفرق بيناتهم كثير كبير، وبالتالي ودي اقسم عدد يعتبر هلا صغير على عدد اكبر منه اللا نهائي، شو راح يطلع معي الجواب؟ طبعا انا شلون راح احفظها؟ راح احفظها هيك. مين اكبر، البسط ولا المقام؟ المقام اكبر. هذا الكسر عند اللا نهائي لوين بيسعى؟ نحو الصفر، بيسعى نحو الصفر. البسط بيكبر بس المقام بيكبر اكثر، فالجواب بيطلع صفر. طيب نهايه 3 على 2 بالاس اكس عندما x تسعى للانهاية شو بيعطيني؟ هون بيعطيني لانهاية صح؟ ليش؟ لأنه البسط كتير أكبر بكتير بكتير من المقام. طيب نهاية 2 على 3 هدول النهايات كلهم موجبات. راح أعطيك واحدة صح إذا ما كتبت الإشارة تكون موجبة. هون شو الجواب؟ لا نهاية. شو بعمل؟ بكتب هيك، بكتب نهاية 3 على 2 بالأس إكس عندما إكس تسعى لوين؟ لا نهاية بقلبها. تمام؟ ما أنت وقت التعويض هون إذا تعوض تطلع معك 2 بالأس 3، 2 على 3 بالأس لا نهاية اللي هي 3 على 2 بالأس إيش قد؟ بالأس لا نهاية. شو بيطلع معي الجواب؟ شو بيطلع معي الجواب هون؟ لا نهاية. يطلع وكأنه هي. تمام؟ فبدي انتبه لهذا الموضوع. تعال نحل تمارين انا وياكم صفحه 18. استاذ هون في رجع رجوع في يعني انا احفظها مثلا الليميت لما الاكس تكون صفر موجب باللوج. لا شرحت لك انه ما في داعي، وضحت لك ليش. شو قلت لكم؟ اذا كان اللوج اذا كان اساسه كسر وطالع تحط سالب برا، مو اي كسر، كسر بده يكون كسر اصغر من الواحد. يعني واحد على شيء واحد 2 على 3 5 على 3 شو ما اللي بعده اللي قبله للصفحه اللي قبل عفوا. يلا السؤال الاول نهايه 3 بالاس اكس زائد 1 عندما اكس تسعى ل 2. خلي طبعا مجموع التعريف التابع للاس اللي هو 3 بالاس اكس. شو مجموع تعريفه؟ مجموع التعريف ري، بمعنى اخر هو ما عندي مشاكل. انا مجموع التعريف 3 للتربيع 9 زائد 1 10. فمن الثالث نهايه 2 بالاس اكس زائد اكس بالاس 2 ناقص 2 عندما اكس تسعى ل 1 شو بيساوي؟ خليك معي. كمان هون بدي اعوض هذول كلهم. شو مجموع التعريفهم؟ مجموع التعريفهم ار او ري. تمام، فصار عندي 2 زائد 1 ناقص 1 شو بيعطيني؟ 1. كيف ناقص 1؟ 2 بالاس 1 2 زائد 1 3 ناقص 2 1. السؤال الخامس نهاية 3 بالاس اكس زائد 3 بالاس اكس على 5 بالاس اكس. خليك اكس تسعى على الصفر. اكس تسعى على الصفر ضمن مجموعة التعريف صح؟ ما في مشاكل. فبعود 3 بالاس صفر 1 زائد 1 2 على 1 شو بيعطيني؟ السؤال السابع نهاية 3 على 5 بالأس إكس لما إكس بيكون 9 للنهاية صح؟ خليك معي. بسأل حالة 3 على 5 أكبر من الواحد ولا أصغر؟ يعني البسط أكبر ولا المقام؟ المقام أكبر يعني حيكون أسرع نموا صح؟ مع شو الجواب؟ صفر. السؤال التاسع نهاية 9 بالأس إكس زائد 1
هلا هون ما بع إذا لازم أعطيكم ملاحظة، 2 بالأس ناقص لا نهاية شو بيعطيني؟ صفر. شوف دائما 10 أي عدد الأس ناقص لا نهاية شو بيعطيني؟ صفر. بس 10 بالأس لا نهاية شو بيعطيني؟ لا نهاية. تبغى إيه؟ لو كان كان واحد كنا رجعنا لهدول. يلا تسعة بالأس ناقص لنهاية صفر زائد واحد. سؤال 11، نهاية 3 بلس X زائد 3 بلس 1 على X يلا 3 بلس X مجموع التعريف كل R صحيح؟ هل عنده مشكلة عند الصفر؟ لا، فبعوض الصفر تعويض 3 بلس 0 إيش قاعد؟ 1 زائد واحد على الصفر. هذا الواحد على اكس شو مجموع التعريفه؟ ري ما عدا مين؟ ما عدا الصفر. معناته في عنده مشكله عند الصفر، فبعوض كل احوال الصفر السالب هالمره لانه في مشكله عند الصفر. بيطلع معي سالب لا نهايه 3 بالاس سالب لا نهايه صفر. شو بيطلع الجواب؟ واحد. 9 بس عوض 9 بالاس ناقص لا نهايه اي عدد بالاس ناقص لا نهايه اذا كان عدد طبعا صحيح مثل هذا العدد شو بيطلع معي؟ صفر. صفر زائد واحد واحد.